يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد أداء صلاة الاستخارة هل يشعر الإنسان بالإطمئنان للأمر الذي استخار من أجله، أم يكون الأمر على حسب القدر الذي يقع له؟ الإنسان يعمل السبب، يصلي صلاة الاستخارة أو يدعو بدعاء الاستخارة، إذا مال إلى أحد الجانبين اللذين فيهما الاستخارة فإنه يأخذ بالجانب الذي ترجح عنده ويتوكل على الله عز وجل. نعم، أنت الله تعالى أعلم.